دكتور فاخر هنا معلش قبل ما انتقل من نقطه الاقتراض مساله القروض دي كمان الناس بتبقى يعني في بعض الناس بتبقى قلقانه واحنا ناخد قروض حاجه بتقول لي الصندوق اشار الى هذه النقطه انها على فترات معينه تقدر لا ترهق عمليه السداد. يا استاذ احمد اتفضل. النهارده لما الصندوق يقول انه يثق مش الصندوق بس وكالات التصنيف الائتماني مش كده وبس ده كمان صناديق وبنوك الاستثمار العالمية يعني ما نسميه بمجتمع اللي هو التمويل الدولي والبنك الدولي وخلافه يقول لك نحن نثق في انه قدرة مصر على سداد التزاماتها قدرة كبيرة وفي الحدود الآمنة ما زالت في الحدود الآمنة بمعنى آخر ان هذه القروض بتمول مشروعات بتجيب عائد يسدد القرض ده وكمان المدة الزمنية اللي الحكومة قدرت بإدارة من خلال وحدة إدارة الدين ودي وحدة مهمة جدا الموجودة في وزارة المالية انها تدير الدين بتقلل أجال السداد مش فترات قصيرة زي مثلا 5 سنين ولا أكتر لا هنا بنقول 30 سنة اذا انت عرض العائد اللي بيجي من المشروعات القومية صحيح المردود بتاعه بياخد شوية وقت لكن انا اسدده على يعني ما بين 5 سنين 10 سنين 15 سنة 30 سنة من العائد بتاع المشروع نفسه مش ان احنا بنمول استهلاكات مثلا اجور ومرتبات ولا اخره باستهلاك الحكومة باستهلاك الافراد عشان ناكل ونشرب لا فهو ده الثقة اللي بتقول انه هذه المؤسسات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بتقول انه يعني الادارة الحكيمة للدين في مصر خاصة الدين الخارجي لأنه بالنقد الأجنبي ما زال في الحدود الآمنة وإنه النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي اللي أنا بدفع منه الدين اللي من خلال المشروعات القومية اللي هي البنية الأساسية وخلافه بتولد عائد يبقى الناتج بتاعي بسدد منه الدين لما أقسم الدين الأجنبي على الناتج يطلع حوالي 36% والحدود الآمنة هي ما بين 30% إلى 50% فنحن في النسب هذه المؤسسات متخصصة وتعلم ما تقول بمعنى آخر هي تثق في أنه الاقتصاد المصري نعم والتحول من الاقتراض قصير الأجل أن هي بتقترض من الداخل بأذونات خزانة قصير الأجل لا بدأ يقل هذا ويتحول إلى الاقتراض بطول الاجل، كل الحكومات العالميه بتقترض في هذه الحاله على اساس ان هي بتعمل استثمارات اللي عاوز اقوله الى جانب هدف الاستثمارات الصندوق يشيد بانه الاستثمارات اللي بتعملها مصر بدات تتضح فيها يعني ملامح جليه وواضحه جدا انها صديقه للبيئه. لا معنى انه ان انا لما بروح اخد اجيب قرض من اي مؤسسه او من اي حته او من الصندوق او غيره ده معناه ايه ان هو كمان بيوافق على طلبك في حين بعض الدول بتطلب وبيرفضوا او ما بيدلوش المبلغ اللي هو عايزه ايه الفارق هنا وهنا لا لانه من تجربته معانا في برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي كان في نوفمبر 16 واستمر معنا 3 سنين الى نوفمبر 19 ولحد النهارده عندما طلبنا من الصندوق تمويل عاجل لانه بيثق فيك الثقه اصبحت في قدره الاقتصاد المصري على سداد التزاماته تجاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المانحين لمصر في هذه الحاله قدره نبع من ان انت يعني بتتبع برامج صحيح قوية لكن ما بتخلي بالك من البعد الاجتماعي وانت بتعمل برنامج عبء ثقيل على فئات اللي هي البسيطة في مصر الا انك بتحط برامج واشاد بيها في هذا التقرير ايضا في هذا التقرير ايضا اشاد بانه يعني البعد الاجتماعي ظاهر جدا في اولا فيما يتعلق بالفئات الاكثر تضررا عمالة غير منتظمة زيادة المرتبات العاملين في الدولة أصحاب المعاشات الإسكان الاجتماعي تطوير العشوائيات كل ده يعني مش محتاج يذكره ولكن يعني بيلمسها بشكل سريع.